ألم يقف خطيبا يقول فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكدس أولها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة عنز. قصة حكومة لولا التكليف الشرعي ولولا وجود الناصر ولولا أن الأمر يقتضي أن ننتصف للمظلوم لم نقم. القصة أنه يصير أمير ويصير حاكم مثل فلان وعلان، ها؟ وهل الإمام، هل الخلافة هاي هل حصل منها على مكاسب؟ الآن المذابع عندنا بالعراق بس يريد يصير نائب حتى يفرد فلوس، ها؟ يوم يصير رئيس عود ليش يستقتل حتى يصير مسؤول؟ ليش؟ يعني هو الآن على أساس يقيم الحق وأن كفاءة؟ لا، يريد امتياز، يريد حماية، ها؟ يريد 20 واحد حماية ويريد، ها؟ هاي القصة. إذا أين علي بن أبي طالب في حياتنا؟ نسأل هذول كلهم يا من تدعون أنكم توالون عليا، أين علي في حياتكم؟ علي هل كان يستقتل على الحكومة والإمرة؟ هل كانت لها قيمة عنده إلا بمقدار أن يقيم الحق من خلالها؟ هل حصل الإمام علي على فوائد؟ لا، فوالله ما غنمت من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا. مو ثوب جديد، لا، يقول طمر ثوب قديم أعده بدلا من ثوبي هذا ما سويت. ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا ولا حست من أرضها شبرا. جماعة تراكضون، ياهو اللي حصل أرض، ياهو اللي حصل أرض بغداد قيمة 500,000 دولار، ها؟ تبا لكم، شوهة تلك الوجوه، كل الدنيا من حلالها يا أخي، خذوها من حلالها. ليش التقاتل؟ لأن هاي الأراضي والأموال بها أسهم للكبار السن والأيامة واليتامى الأرامل، كلهم لهم حقوق فيها، أموالكم كلهم بلا استثناء لأنها أمواله. علي يقول ما حسد والله ولا هي في عيني ولم أخذ منها أمير المؤمنين، يقول ها ولم أخذ منها إلا كقوت أتان دبرة ولا هي في عيني أوها وأهون من عبصة مقرة. الأتان جلكم الله، الحمار الله جلكم، ها، الأنثى لما يدبر ظهرها تكون ما تأكل، أكلها يصير قليل. شوف التشبيه الدقيق، إلا كقوت أتان دبرة ولا هي في عيني أوها وأهوان من عصة ماقرة. يا أخي الكريم، علي بن أبي طالب، ها، ما يقول واحد من المسلمين يقول رأيته وعليه خلق قطيفة في الشتاء، الثوب اللي لابسه، القطيفة اللي لابسه فوق ثوبه يتدفى بيها، كانت خلقة قديمة. قلت يا أمير المؤمنين إن الله جعل لك في هذا المال سهما فلماذا تصنع هذا بنفسك؟ قال والله ما هي إلا قطيفة التي خرجت بها من المدينة ولا أرزقكم من فيئكم شيئا. ما أخذ من أموالكم، ظل الأهل ما أريدها، ها؟ أما عن الأموال مولانا، شوف اللي هاي الأموال اللي أغرت فلان وعلان من بقية الصحابة، فراكموا الذهب إلى أن ماتوا وكسر بالفؤوس من ورائهم.
هايجي ولا يجيبون أموال ويمتلئ، هايجي يجي ابن البناج يقول له يا أمير المؤمنين امتلأ بيت المال صفراء وبيضاء فضة وذهب متروس. قال الله أكبر، وأخذ يقول ذهب إلى بيت المال يتكئ على هذا ابن البناج، فتح البيت المال ثم قسموه، قال لهم اكنسوا المكان، وصلى فيه ركعتين وهو يقول هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه. غير نقرأ سيرة علي بن أبي طالب ولا غير علي بن أبي طالب يمثل نبراس لكل الناس مو الشيعة فقط، لكن الأولى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. هل اتبعنا علي؟ هل اتبع أولئك القوم عليا؟ يجي هاي العنزادان اسمه هذا صحابي من عمرو، قول جئنا لعلي أنا وقنبر، وقال له يا أمير المؤمنين قد خبأت لك خبيئة. قال ماذا؟ فجاء به وإذا بجوالق كبير، كيس كبير من الكتان مملوء جامات ذهب وفضة. قال يا أمير المؤمنين لم تترك شيئا من هذا المال إلا قسمته فتركت هذا لك. قال ويحك يا قنبر، تريد أن تدخل بيتي نارا كثيرا. فاستل سيفه وأخذ يضربها وكسرها وقال ادعوا الناس، ادعوهم صيحوا للعالم كل قسموا ما تخلون دينار واحد منها. أكو رواية تقول زاد يوم من الأيام فوق الأموال أكو رغيف كبير خبز، قال قسموا. الكوفة كانت سبع أسبع ذاك الوقت، قسموا حتى الرغيف قسموا. عجيب يا أخي، هاي العظمة الآن ننقلها، كون إحنا الآن نستفيد منها بحياتنا، نوظفها بحياتنا وننقلها للأجيال الآن التي تحن للعدالة وتئن من فرط الظلم والجور. نحاول نضمن السؤال بعد ما حد يتبجح بيهن، والله علي بن أبي طالب إيه هي كانت هاي سيرته، وإحنا يا ولي صيام ويعتذر اعتذارات هذا السياسي والحاكم اعتذارات واهية واهنة أوها من عن بيت العنكبوت هو اعتذاراته. هذا علي بن أبي طالب الذهب والله ما إلى قيمة، ارصف اللي يقول لذاك الذي ارصف بباب علي أيها الذهب واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا، وقل لمن كان قد أقصاك عن يده عذرا إذا جئت منك اليوم أقترب، فقد عهدنا والصفراء منكرة لعينه وسناها عنده ذهب، وسناها عنده لهب، ما لقيمة الذهب الإبريز عند يد على السواء لديها الترب والترب، التبر والترب. على كل حال يقول الفضل ما شهدت به الأعداء، واحد من المتملقين الحقراء اسمه ابن أبي محجن يطب على معاوية يقول من أين جئت؟ قال جئتك من عندي أبخل الناس علي بن أبي طالب. قال ويحك، أتقول هذا؟ والله لو كان عنده بيتان من تبر وتبن لأنفق تبره قبل تبنه. علي بن أبي طالب هاي سيرته لما يتبرأ من الدنيا، عندما يلقي حبلها على غاربها، هو جاء يمثل هذا الدور حتى الإنسانية تستفيد منه، حتى يصير نبراس للأجيال. المدرعة مدرعة علي، طبيعي الزهراء منذ اليوم الأول بأبيه تقول لهم للمسلمين ترى علي بن أبي طالب لو مولينا الأمور ومسلمين قيادكم، وتالله لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول الله لاعتقله ولا سار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره ولا يتعتع راكبه ولا أوردهم منهلا نميرا صافيا رويا فضفاضا تطفح ضفتاه
ولا يترنق جانبا، ولا أوردهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يتحلى من الغنى بنائل ولا من الدنيا بطائل، غير ريء الناهل وشبعة الكافر. الناهل يعني الإنسان اللي شارب ماي، قد يشرب ريء، يشرب شيء بسيط. الكافر، الكافر اليتيم إلى حق يأخذ ها مقدار قوت. ولبان لهم الصادق من الكاذب والزاهد من الراغب. هذا علي بن أبي طالب ها اللي كان يلبس مدرعة، شيقو المدرعة مالته كل يوم يرقح يعطيها، بعض مرات يعطيها للإمام الحسن يقول له ارقح، يقدر يشتريها، لكن هاي الأموال ينطيها في سبيل الله. يقول ولقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. قالوا لما اذبها اشتري لك واحدة، انا اخذها مدرعتي ما اطيب البسها. ها الان جنابك قارن بين مدرعة علي ها وبين معاوية بنى قصر الخضراء، وكان يصطفي ابن آكلة الأكباد، كان يبعث إلى الجيوش ابعثوا لنا الصفراء والبيضاء، ذهب وفضة ممنوع توزعوا، إن غير وين راح الصفراء معاوية وبيضاء، وين راح قصور معاوية قصر الخضراء وغيره، أين ذهبت وأين علي، أين أكو مناسبة وعيب يعني والله الإمام في حياته يقول أنزلني الدهر أنزلني حتى قيل علي ومعاوية، مفروض من قارن شكولات هيجي ما تقارن بعلي بن أبي طالب، لكنه من نكبات الدهر أن تقرن هذه الأسماء باسم علي. وين وهذا علي فوق كرسي مجده يرتل آي الحمد سبعا مثانيا، تغشاه من نور المهيمن هيكل، أعاد لنا السبع الطباق ثمانيا، وهذا علي والأهازيج باسمه تشق الفضى النائي، فهاتوا معاوية. أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفاتا وإلا فانشروها مخازية، ليعلم من أرسى على العدل ملكه فأصبح محبوك الجوانب راسي. هذا علي نور ها؟ وين هذاك ذاك تلك الخليبة الله يجيلكم العفنة اللي يعيش فيها معاوية الآن، يروح لها البعض من مريديه لينظروا إلى سوء مصيره وإلى ما انتهى إليه أمره. لهذا أيها الأعز علي يتبرئ، قل اعزبي عني فوالله لا أذل لك فتستذليني كما استذللت فلانا وفلان، ولا أسلس لك أكون هين سلس القياد، ولا أسلس لك فتخذيني اللي ذاك الأديب يقول قلت لدنياي لم ظلمت بني علي المرتضى أبي حسن، قالت أما تنصف لطائفة أبوهم بالثلاث طلقني، دائما ما يردد إليك عني يا دنيا حبلك على غاربك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. هاي دنيا علي أيها الموالي اللي اليوم ويتركها، يتركها بعد أن فاز، وأي فوز ذلك، فوز علي بن أبي طالب بيدي أنت وأمي يا أمير المؤمنين في مثل هالليلة. يقول الرواة أنه كان يفطر عند ابنته أم كلثوم في بيتها كل ليلة، عد واحد من أولاده الليلة صادفت
في بيت أمي كل البيت المقصود مو الدار. البيت في اللغة العربية يعني الحجرة. البيت الدار في اللغة البيت اليوم. يعني أكو فرق بالإطلاق. يعني لما يقولون بيتها في بيتها يعني في حجرتها في المكان المخصص إلها. جاءت له بإناء فيه خبز شعير وملح ولبن أو بعض الحشائش. لما قدمته له قال بني أتقدمين لي إنا إدامين في إناء واحد؟ تريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله؟ إمام علي هو إمام المسلمين وهو القدوة لكل الضعفاء. أبيت مبطانا وحولي بطون غرتا وأكباد حرة، أما كن كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. كان يفكر بمن هو في اليمن ومن بمن هو في اليمن وبضعاف الناس لكي يتأسى فيه الجميع. تقول أم كلثوم في مثل هذه الليلة كان علي سلام الله عليه كان تقول كان يخرج بين الفينة والأخرى يخرج خارج الدار ينظر يقلب طرفه في السماء ثم يقول هي هي والله وعد لا خلف فيه هي هي الليلة وعد من حبيبي رسول الله. وكان أمير المؤمنين يكثر الذكر والاستغفار أيها الموالون ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول أم كلثوم لما رأيته قلقا متململا هذه الليلة أرقت معه ليلتي. تقول نام هنيئة فأفاق وهو يمسح وجهه بثوبه ويقول اللهم بارك لي في الموت إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول أم كلثوم قلت أبا ما لي أراك هذه الليلة قلقا متململا كثير الاستغفار. وكل لكنها تقول هاي الليلة مو بالعادة يا أمير المؤمنين تتململ. قال بني إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال وما دخل له الخوف جوفا وما دخل في قلبي رعب مثل هذه الليلة. اتقل أبويا هالليلة هالليلة من دون الليالي الليالي ما غمضت عيونك يا والي شنو السبب يا يبعد حالي بويا عليك انشد عبالي شن راح اضرب بالهضم تالي والبيت منك يضل خالي. تقول ام كلثوم تقول رقد امير المؤمنين هنا يا قال ايقظيني عند الفجر. لما جاء وقت الفجر ايقظته ثم اسبغ وضوءه اراد الخروج من المنزل. صحنا اوز كان في صحن الدار صحن في وجهه رفرفنا وصحن في وجهه وقال فقال صوائح تتبعها نوائح وفي غداة غد يظهر القضاء. قلت يا أبتا هكذا تتطير؟ قال بني إنه ما منا أهل البيت من يتطير أو يتطير به ولكنه قول جرى على لساني. قالوا لما عالج الباب ليفتحه انحل مئزره تعلق بالباب فانحل مئزره فأخذ يشد مئزره ويقول اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك
ولا تغتر بالدهر وإن كان يواجيك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. تقول لما سمعته قلت وأبتا ما لي أراك منذ هذه الليلة تنعى نفسك. قال بني ما هو بنعي ولكنها علامات للموت يتبع بعضها بعضا. خرج أمير المؤمنين موالون إلى المسجد وجاءت أم كلثوم إلى الإمام الحسن أخبرته بما رأت من أبيها. جاء خلفه الإمام الحسن قال أراد أن يذهب مع قال بني بحقي عليك إلا ما رجعت. إجا الإمام إجا يصلي ورد جاء إلى المسجد موالون أخذ يصلي بعضا من ورده ثم صعد إلى المئذن يؤذن ونزل الإمام وأخذ يوقظ النائمين وهو يقول قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء انتهى إلى جماعة فيهم اللعين ابن ملجم رآه مكبوبا على وجهه قال إنك هممت بأمر تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. موالون عظم الله أجوركم جاء إمامكم إلى محرابه أخذ يصلي وردا. الركعة الأولى الإمام يصلي رفع رأسه من السجدة الأولى قام اللعين لتنفيذ جريمته وقف خلفه ضربه على رأسه شق هامته أيوا سيدا وعليا وإماما. صح علي فزت ورب الكعبة قتلني ابن اليهودية عليكم الرجل لا يفوتنكم. دارت غبرة في وسط المسجد سمع مناد جبرائيل ينادي بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدايا وانفصمت والله العرة الوثقى. قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء ويلي بالمحراب أويلي طاح بحسين ودم الرأس يتفايض على العين لما انطاح ابو الحسنين مجروح اي ثار صياح لاهل العيش بالنوح ويلي طبره شلون طبره تشعب الروح آية شاف السماء ودم الرايا يا شلوني ويا لطبرة شلون طبرة هدم الحي لما وقع قبر صارخ ابني ما جل عرش بأهل وصايا يا حجي يا إبريل يا هالوادي يا إيم تراه تهدم الدين. جاء ابناء أمير المؤمنين لما سمعوا الصيحة أخذوا المؤمنون ينادون بصيحة عظيمة ضرب أمير المؤمنين. جاءوا إلى أمير المؤمنين وقد نزف دمه في محرابه. أراد الإمام الحسن أن يقيمه إلى الصلاة فلم ينهى بقي جالسا
ينوء برقبته، صلى صلاة الفجر من جلوس، وصلى الإمام الحسن بالمسلمين. يقول محمد بن الحنفية حملنا أن يقال لهم احملونه إلى مصلى إلى منزله، يقول حملناه والناس في خطب عظيم، محزونين مكروبين، وكان الإمام الحسين موالون ينادي وأبتاه عز علي ما نزل بك، لا يومك لا يومك يومك إلا يوم رسول الله. نظر إلى بكائه أمير المؤمنين، قال بني حسين ربط الله على قلبك بالصبر وأجزل لك ولإخوتك لك، فهدئ من روعتك اهدأ من بكائك، فإن الله قد أجزل لك الثواب في مصيبتك، ولفك رأسه وشف ولفك عينه وشاف حسين يمه، رفع رأسه وشاف حسين يمه، يشد رأسه ويهل دمع على الدم، جرح واحد جرح واحد تشده يا ابو اليم، عيبك شلون لا جسمه تخذم. جاوب يا امير المؤمنين محمولا الى بيتي، ابي اتدعى واسالكم الدعاء جميعا. جاءوا به محمولا وزينب واخواتها ينظرن ما الذي حدث لامير المؤمنين، واذا بهن يرينه محمولا على الاكتاف، واي صاحت ونت او صاحت يا المجبلي اين هالشايلين وياكم مني. عجب، علي يحمل على الاكتاف، الشايلين وياكم مني، انا اسمع هضل وصياح صوب، انا خاف. ساعدني ساعدني بان جزاك الله خير، يا خاف نشت العاده، صاحوا يا زينب زيد لوني، صاحوا يا زينب زيد لوني، ترى ابوك انطبر والراس نقصر، صاح يا توهب لك دمعة العين، يا علم لك شرعا، يا المسيل عقبك يا ابويا وجوهنا ويل، قتلتم الصلاة في محرابها، يا قاتل وهو في شق رأس العبد سيف جورك. اللهم إنا نسألك وندعوك بحرمة أمير المؤمنين، فرج عنا وعن المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا الله. اللهم انصر دينك، اللهم أعز دينك. من أراد الإسلام بسوء فارج، ومن كاد المؤمنين فكد. اللهم انصر وأيد حماة دينك إخواننا في الحشد الشعبي وجميع المجاهدين،
اللهم انصرهم نصرا عزيزا، أهلك أعداءهم. اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أعوانه واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. اللهم تقبل أعمالنا بأحسن قبولك، لا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اقضي حوائجنا، اشفي مرضانا، فك أسرانا، ارحم موتانا. الإخوة والأخوات والمؤسسين والمؤسسون جميعا اللهم احفظهم ومن يلوذ بهم، من كان فيهم طالب حاجة اللهم اقضها له، وإلى أرواح أمواتهم وأمواتنا ولمن مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حفظ الله اجورنا واجوركم من صاد امير المؤمنين شباب خير الا طمح مراد يفهم. عليك يا المرتضى، عليك يا المرتضى، عليك يا المرتضى، عليك يا المرتضى. جارحك يا ابن الصيد ديلي
صاب يا علي ما